بسم الاب والابن روح قدس الهنا الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. ربنا يجعل هذه الايام سبب بركه لينا ولبيوتنا، والصلوات لا تنتهي باسبوع الالام، بس يبقى في استمرار للصلاه. وحاجه غريبه انا بلاحظها، وكل الابهات، ان في قداسات الخماسين مفيش زباين، كان احنا عندنا موسم وانتهى، بطلنا نصلي. ارجو ان ده يبقى دافع لينا في الخماسين، وان خدنا الخماسين ان هي فرصه للخطا او الخطيه يبقى مخدوعين، يبقى الاسبوع ده ما كانش ليه لازمه. الاسبوع ده مهم عشان بيقودني لفرح القيامه المقدسه. العظه بعنوان احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. هذه الايه وردت في رسالة غلاطية إصحاح السادس عدد 1 و2. بقول أيها الإخوة، إن سبق إنسان فأخذ في زلة، أيها الإخوة إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. مجدا للثالوث القدوس إلهك. عاوزني الوقت أتكلم عن كل حرف موجود في النص ده، لأنه أنا بعتبره ساعات الرسول بولس يعطي تعليلا عن ما عمله المسيح، لكن كتير قوي يدي التطبيقات، وانا بحس ان انا ميال لمدرسه التطبيق، استفيد ايه من قرايه الكتاب المقدس؟ لانه ما يزعج الاخرين اللي ما بيجوش الكنيسه واحنا بنيجي، ما يزعج الاخرين اللي في البيت ان احنا مش بنطبق اللي بنسمعه. عشان كده الرسول بولس ميال لمنهج التطبيق، واي نظريه واي علم ملوش تطبيق يبقى موجود في الرف. افترض ان في دكتور شاطر بيعمل عمليه، وبعدين قالوا له دي في نظريه ممتازه وقعد يقرا فيها بس ما حدش طبقها، هتبقى محطوطه في الرف. لابد يبقى لها تطبيق. عشان كده العهد الجديد بلسان بولس الرسول العظيم هو عمل كتير من التطبيقات، من ضمن التطبيقات هذا النص اللي بين ايدينا في رساله غلاطيه صح السادس. بيقول كده: ايها الاخوه، ان سبق انسان فأخذ في زلة ما. بيحذرنا إن كل الناس ممكن تبقى معرضة للوقوع والسقوط. بقول الإنسان ممكن يقع، ممكن يزل. الشخص ممكن حتى لو هو في قامة عالية، وهكذا تاريخ الكنيسة مليء بنساك وعباد ربما حصل لهم نوع من الزلة أو الزلق زي ما قال الكتاب المقدس. ففي موجود، بيقول الإنسان معرض لأنه إنسان. إن سبق إنسان فأخذ في زلة. هل الإنسان سهل الانزلاق؟ طبعا ده أكتر واحد. تعرفين ربنا حاطط للحيوانات قوانين أو نواميس أو غرائز، فتلاقي الحيوان ماشي حسب غريزته، ما بيعرفش يتعدى غريزته. الإنسان ممكن عفوا ينحط عن كينونته. قالها في سفر المزامير: إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تبات. إنسان في كرامة بس للأسف هو انحط من هذه الكرامة. في مرة من المرات واحد اسمه إمام المغنيين أساف. أساف ده كان يعني إمام، يعني متقدم. هذا أساف في يوم من الأيام كان ماسك جوقة عزف زي المعلم هنا ومعاه شوية شمامسة. بس أساف كمان مش بس بيعلمهم ألحان، ده هو بيألف الألحان. ففي يوم من الأيام جاب الناس بتوعه وقلبه واكله، عايز يقول لهم حاجة، وعمال حوار رايح جاي. اسمع كده يقول: أما أنا فكادت تزل قدماي. كنت هقول لهم، لان انا مجمعهم دول هقول لهم،
أما أنا فكادت تزل قدماي، لولا قليل لزلقت خطواتي. يعني ناقص بس رجليا كده تيجي، يعني هتكلم كلمة بوظ كل اللي موجودين. طب إيه اللي عندك؟ يقول لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. شايف الناس الأشرار؟ ناس كويسين. المتكبرين واخدين مكانهم. غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. وبعدين يقول في نفسه لسه ما اتكلمش، يقول لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بنيك. لو أنا بس فتحت بقي أنا بوصل الدنيا. عشان كده يقول أما أنا فكادت تزل قدماي. كان ناقص في الحصة زي المعلم بيديهم حصة، وبعدين يقول لهم يا جماعة مفيش حصة، ده أنا عايز أقول لكم حاجة، أنا متضايق من ربنا. طب ده المعلم أما يقول متضايق من ربنا يبقى إيه؟ تخيل الأب كاهن مسك الميكروفون، يا جماعة أنا بأعلن إن أنا مش همشي سكة ربنا، إيه رأيكم؟ أما أنا فكادت تزل قدماي، لولا قليل لزلقت خطواتي. إيه اللي حصل؟ إن واحد أهو واحد كبير إمام مغنيين، لكنه في ذات الوقت هو واحد انسبق فأخذ في زلة. والله عالجه قال له مش أنت بتاع ترانيم وأغاني روحية؟ طب تعالى. يقول حتى دخلت مقادس العلي وشفت المتكبرين وانتبهت إلى آخرتهم، عرفت إن الحاجات دي مؤقتة مش دي النهاية. الإنسان يا حبايب سهل ينزلق، عشان كده ما عندناش عصمة لرجال الله، ودي ميزة الكتاب المقدس الكتاب الوحيد. عندما يسرد قصة شخص يذكر أيضا أخطاؤه حتى جرائمه، ودي تدي نوع من المصداقية لكتاب المقدس. ياما الناس يسردوا سير بعض يقول لك ده فلان ده كامل الأوصاف، فين أوصافه اللي كاملة دي؟ فين الكامل الكمال اللي موجود عنده؟ لكن دي ميزة الكتاب المقدس، لأن الإنسان مرات يؤخذ في زلته. مش بس كده، لكن بطبع الإنسان ضعيف، إنسان ضعيف. هشاشة الإنسان واضحة جدا عنه، ممكن يبقى قوي جدا وخادمة قوية في الكنيسة، لكن ممكن كلمة تعكر صفوة. ممكن خادم بقاله سنين في الكنيسة، لكن ممكن يبقى بيهتز ويبقى مش قادر يكمل الخدمة لأنه في حاجة ضايقته. وهكذا بقول رجال الله، رجال الله في العهد القديم والعهد الجديد. الرسول بولس يقول عن نفسه مكتئبين في كل شيء كحزانة، شكلنا حزانة. يقول تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى يئسنا من الحياة، كان في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم من الأموات. يئسنا وتثقلنا فوق الطاقة. ده مين ده؟ ده بولس الرسول. فما يجي حد حبايب لأبونا، وواحد يعني بقول للأبهات، ما يجي حد حتى خادم الكنيسة يقول لأبونا أنا خلاص زهقت من الدنيا مش عارف، أبونا يعمل إيه؟ يقول له اهدى شوية. كلنا بنعمل إيه؟ بنمر بنتجرى في هذا الأمر. الإنسان ضعيف، عشان كده الرسول بولس يقول من هو ضعيف فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار. مش تحاكمه، هو ضعيف، هو جاي لك وهو ضعيف فأنت متحاكموش. عشان كده دي ميزة. أما الواحد يفهم أنه ممكن يحصل له نوع من الزلل محتاج بقى العلاج، يقول إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما فقال في ناس تطلع، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا. محتاجين مجموعة من الناس الروحيين، وهنا تصدق بقى ان احنا محتاجين نوعية من الخدام او الناس الاتقياء يبقوا وسطينا، دول بيسندونا في وقت ضعفنا، هم يعملوا الدعم النفسي والروحي لينا. عشان كده يا بخت كل كنيسة فيها رجالة وستات اقوياء في الايمان، رجال بيسموهم العهد القديم رجال آية، ناس عظماء، هم روحيين يقدروا يسندوا. يا بختك لو ليك حد زي كده. الله شرفني في عمري وانا طفل لغايه دلوقتي، شفت ناس حلوين في عمري وخدموني، انا محظوظ، بعتبر نفسي محظوظ، حلوين جدا يعني زي ما بيقولوا على الفرازه، ناس ما حصلوش في حياتي
وأثروا أعظم تأثير في حياتي. ليه؟ لأن دول الروحيين اللي كانوا بيعملوا لنا نوع من الدعم. فبيقول كده، لو واحد اتزق عنده زلل ففي ناس اسمهم أصلحوا أنتم الروحانيين. ده يعوزني الوقت أتكلم عن كلمة الإصلاح. الناس مش بتقبل توجيه للأسف، ولا كبير ولا صغير. وبعدين لما ابونا يعلق على أمر حتى في الكنيسة مش عاجبه، الناس ايه يا عم، محدش عايز يتصلح في البلد دي، محدش عايز يتوجه، وخلاص مدرسة باظت في التعليم، وكمان عايزين نبوظ الكنيسة كمان لما نيجي نقول لكم أمر ما، مش عايزين تقبلوه مننا ليه؟ ده نوع من الإصلاح. هقول للأخوات كلبس العيد، تفهمني؟ فهمني ولا لا؟ ليلة العيد في الكنائس ونقول بلاش تعملوا كده، بنتشتم، وانت مالك انت، انت الكنيسة دي بتاعت حاجة عجيبة. فبيقول أصلحوا أنتم الروحانيين، لابد أن يكون بيننا قامات روحية بيعمل لنا نوع من الإصلاح. الله اداهم المسؤولية دي، ومن المسؤولية دي لو ما عملوهاش الله يسألهم. يعني لما احنا بنقصر معاكم في نوع من إصلاح حياتكم، الله يسألنا يقول انت كان عندك فرصة انك تتكلم وما تكلمتش. وساعات نجامل البشر على حساب ربنا. فبيقول أصلحوا أنتم الروحانيين. ليه؟ في آية جميلة في سفر أيوب الصحة 34، اسمع كده، يقول ما لم أبصره فأرينيه أنت. اللي أنا مش شايفه ورهوني أنت، ده بس بيكلم ربنا. ما لم أبصره، مش شايفه، فأرينيه أنت، ورهوني أنت. ما أنا بقعد أتكلم مع حضرتك أو حضرتك وقعد أقول لك اللي بتقوله ده غلط مش مظبوط، في ناس بقى متضع يقول عندك حق، فهد يقول لي ما معناها يعني تطلع مين؟ ما لم أبصره، مش شايفه، فأريني أنت. يا بخت كل شخص توجد وسطينا حتى في البيت، في ماما حلوة وبابا حلو يقول حبيبي اللي بتقوله ده غلط، الطريقة دي غلط. وبطلوا الأباء والأمهات والجدود يعلقوا على تصرفات ولادهم، فكل واحد شايف نفسه صح. ما لم أبصره فأرينيه أنت. بيكمل يقول إن كنت قد فعلت إثما فلا أعود أفعله. شفت الكلام الجميل؟ أنا عملت بس أنا ما كنتش واخد بالي، خلاص مش هعمل كده تاني. فبيقول مجموعة من الروحين عندما يرون عندنا زلل، وده في الاعتراف. أما أبونا في الاعتراف بقول للشباب الصغير، أبونا في الاعتراف قالك بلاش ده، ما تعملش كده، خلاص ما تعملش كده، حتى لو أنت مش فاهم بلاش ده يبقى بلاش ده، لأن أبونا من وجهة نظري مش من وجهة نظرك بحبك وخاف عليك. فاصلحوا أنتم الروحانيين. نسيوا بقى عندكم في مجموعتكم حد روحاني، بلاش الشلل اللي تعبانة، بلاش الشلل اللي تودي في حتة تاني، بلاش الخروجة تبقى مع ناس يضيعونا. انتوا فاهميني بكلم حتى الشباب الصغير، بلاش الشلة دي اللي كلها عايزين حتى واحد في الشلة يبقى الانذار بتاعنا والشخص اللي بينبه بتاعنا، يقول بلاش نسي يطلع حد كده. فاصلحوا انتم الروحانيين. انا ممكن يجي لي زلل، لكن جنبي حد روحاني يعمل نوع من الاصلاح. لدرجة الرسول بولس يقول لتخجيلكم ليس بينكم حكيم. فيش واحد منكم كده، عارفين مش شباب صغير، معلش عشان انا مبسوط ان هم قاعدين، فخليني بقى يعني اخد حقكم، يعني انا هوريهم دلوقتي. بتبقى شلة عشان بسمع المشاكل، شلة ونزلت راحت مشوار، وواحد اقترح ان يروح مشوار مطين بطين. انا بقول في اسبوع الالم، ما اعرفش ايه بقى اللي بقوله ده، مطين بطين. وبابا اعترف قال لي ما تشتمش، مش عارف دي شتيمه ولا لا، ابقى اعترف. مشوار بطين بطين خلاص. والمشوار ده لما احنا قبلنا ان احنا نعمله
احنا كلنا اتحطينا في موقف صعب جدا جدا جدا. فعارف لو انتوا حكماء تقول يا ريت في واحد مننا قال بلاش، يا ريت في واحد. عشان كده حبايب تبان شخصيتكم مش بس في الخناقات، لكن تبان شخصيتكم في ايه؟ في الصح، في الصح. اصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا. ويكمل بيقول بروح الوداعة. حبايب لما احنا بنقول كلام مش هدفنا نضايقكم ابدا، الله يعلم قلوب زي ما قال ضميري شاهد ان عمرنا ما كان عندنا نوع من الغل والشخصنة عشان نضايقكم ابدا. ده احنا بالعكس، ده احنا بنتفق مع ربنا في ان العالم موضوع في الشرير، العالم مليان شر، فاحنا بنعمل ايه؟ بننقذ على كل حال، نخلص على كل حال قوم، بنحاول نعمل كده. وتملي الشخص اللي بينقذ ما بيسميش عفوا على اللي بيغرق. لما واحد صاحبك بيغرق وعمال يفلفص بتعمل ايه؟ بتروح ماسكه ماسكه من شعره وعامله كده، طب دي فين ال، قال لا، ما هو دي الطريقه اللي مش ممكن ابدا هيفهمها وهو بيغرق. اما يهدى يقول انا بشكر فلان اللي انقذني من الغرق. فساعات بنكلمكم ومرات بنشد في الكلام، ومرات الرسول بولس يقول لنا هنا بروح الوداعة. يعني أنا ما بوجهك بقول لك مش هدف إن أنا ضايقك، بالعكس، وموصل لك الموضوع بنوع من اللطف، وهكذا هو محتاجينه في البيت. العلاقات الزوجية اللي ممكن تعفن تبقى بايظة بين الاتنين، عارفين ليه؟ شريك الحياة عنده حاجة غلط، بس مش لاقين حد روحاني يصلح، ومش لاقين كلمة تاني اسمها روح الوداعة، يعني حد تاني يبقى لطيف يوصل المعلومة بشكل لطيف، يحاول يقنع من بعيد ومن قريب، ممكن من خلال رفعه في الصلاة قدام ربنا، حطه قدام ربنا يصلي من أجله وينسكب أمام الله وعلى ركبه جاي قدام ربنا من أجل شريك الحياة، وبعدين يقول له بروح الوداعة. هكذا المسيح إلهنا عندما أراد أن يصلح من الرسول العظيم بطرس، عارفين عمل إيه؟ ما قالوش غير إنك بتحبني، جاي يقول له في بحيرة طبرية يا سمعان ابن يونا إيه؟ أتحبني؟ ما قالوش يا خاين يلي بعت يلي يلي، قال له أتحبني؟ يقول فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني، وكأن دي بروح الوداعة ضغطت على الرسول بطرس. عشان كده حبايب ركز ان كل شويه يا ريت حد يصلح. نفسي اطلع من الخدمه اللي انا بهديها لكم النهارده الوعظه، عارفين ايه؟ انا عايز حد يصلحني. ممكن بعد ما اخلص اعمل استفتاء، يعني هشوف اللي عايز يتصلح يرفع ايده. غالبا انا الوعظه دي عليا بخساره، ما حدش يرفع ايده، بس خليني اكمل. أيها الإخوة، أن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة. يقول ناظرا أنت أيضا إلى نفسك لئلا تجر. وانت بتصلح أعمل إيه؟ بص على روحك. لساعات كلنا بنقوم بدور القاضي والمحامي ووكيل النيابة، ونعمل حاجات فيها نوع من المحامي بتاع الخصم، يعني نوع من القضاء على الآخرين. بالعكس، وأنا بصلحك أنا عارف ضعفاتي جيدا. الله يجيز كتير من البشر بالذات الخدام. عارفين بولس ليه تثقل بالتجربة اللي قلتها من شوية؟ تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى قسنا من الحياة. هو اللي قال حتى نستطيع أن نعزي الآخرين بالتعزية التي نأخذها من الله. فما يجي واحد يقول له يا أيها الرسول العظيم، يا من رأيت المسيح، أنا مثقل ومش عايز أكمل خدمة، يقول له حبيبي ده أنا اتحطيت في الموقف ده. ناظرا أنت أيضا إلى نفسك لئلا تجرب، أنت نفسك، لأن ساعات كتير يلقى على البعض من الناس المصلحين اللي عايزين يصلحوا يقعد يدي أوامر وحياته منفلت، وحياة منفلت، أم منفلتة وأب منفلت، يقول لابنه خلي عندك أخلاق. طب ما هو شيء، يقولون في علم التربية أن الولد لا يلاحظ الفم، يلاحظ اليد. الولد عمره ما هيلاحظ كلامكو أبدا، بالذات في سن المراهقة، هيلاحظ بس إيديكو، يعني إيه تصرفاتكو، مش هيلاحظ كلامكو.
قولوا زي ما انتوا عايزين. عشان كده كل شخص الله اداله نوع من الصلاحيات او السلطه، لان الاب الله اداله سلطه في البيت، والاخت لا تتنازل عن سلطه الرجل في البيت. بقول لها بملء الفم اياك تبهدلي السلطه اللي في البيت، انت اكتر واحده هتتكوي بيها لو كسرتي سلطه الرجل في البيت. فبيقول كده، انت اما تيجي تصلح صلح بروح الوداعه، ناظرا انت ايضا الى نفسك لالا تجرب، لحسن انت نفسك تتحط في موقف صعب. عشان كده يا حبايب لما بندي نصايح، يعني رجاء نصايح باتضاع، بقلب منكسر، زعلان زعلان، لدرجة الرسول بولس في رسالة العبرانيين يقول لنا ايه؟ يقول لنا لما يجي حد يبقى مقيد، يقصد بيها كل المحبوسين مثلا او الناس اللي عندهم قيود من إدمانات وكده، فيقولوا اذكروا المقيدين كأنكم أنتم أيضا مقيدون في الجسد. يعني الشخص المقيد ده وهو بيجي حكي لك كأنك أنت إيه؟ كأنك أنت مقيد. لأن ساعات كتير قوي لما حد بيسرد موضوع لحضرتك بيحصل إيه؟ إنك بتاخده بنوع من يعني استخفاف. فبيقولوا اذكروا المقيدين كأنكم أنتم أيضا مقيدون، والمزلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. الرسول بولس كان عنده تعب في جسده، وده سماح من الله، فبيقول لهم، يقول تجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها ولم تخجلوا بسلسلتي. محدش منكم كسف مني، ومحدش منكم تعال علي، تجربتي التي في جسدي لم تصدروا مني وسلسلتي لم تخجلوا منها. انتم عشان انا اتحبست من اجل المسيح، ما كنتوش بتقول عشان ده محبوس ده رد سجون ما يجيناش في البيت، قال لا، انتم ما عملتوش كده لان كنتوا ناس افاضل، لئلا تجرب انت ايضا. الام اللي بتتعالى على اولادها في النصايح، والاب اللي بيعمل كده، مرات الله يحطه في ذات التجربه عشان يتعلم هذا المبدا. عشان كده بيقول بروح الوداعه ناظرا انت ايضا الى نفسك لئلا تجرب. كل دي مقدمه. نخش في الموضوع. لا انا هخش قبل. الآية اللي جاية أقولها لكم، كل دي مقدمة بس، خلاص أنا بتملي أقول المقدمة أطول، وخلاص أنا هقول الخمس دقايق وخلاص. الآية اللي أنا جاي أتكلم عنها يقول احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. نحن نؤمن كمسيحيين وكأرثوذكس أن المسيح جاء لكي يحمل خطايانا في جسده. في ناس يقول لك مش جاي للخطايا، لا جاي يحمل خطايا، لأن دي آيات في الكتاب المقدس. أرجو ترجعوا لعظتين أنا قلتهم، عظة خاصة لكن أحزان أنا حملها، والعظة الثانية مجروح لأجل معاصينا لأجل خطايانا، وهو حمل خطايانا في جسده. البريء الذي لم يفعل خطية شال خطية البشر، والناس مش مصدقة براحتها، بس دي الحقيقة أن المسيح جاء من أجل خطايانا. يقول الخطاه الذين أولهم أنا، بولس الرسول. فلو شلنا كلمة خطايا يقول لك لا لا، المسيح جاي كده يدي حياة، لكن والخطايا عزيز. فالمسيح حمل خطايانا وهو البريء، ودي حاجة تضايق أي حد بريء. لما الشباب أرجع لهم تاني، لما تبقوا شلة خلاص، وانتوا شلة كويس، ما أنا بقول أنا خليني مركز معهم عشان بحييهم، الشمامسة حلوين دولة شلة كويس، وخدت منهم زبون كده وقلت له أنت اللي كسرت النجفة بتاعت الكنيسة، يعمل إيه؟ ما عملش. يعمل إيه؟ يقول لي ده بتهمني، وهو ما عملش كده. ومرات يبقى من كتر الضغط، طب أنا مش جاي الكنيسة دي اللي بتتهمني، المسيح ما عملش كده، لأنه البريء حمل خطايانا طواعية وهو البريء، وقال خلاص. عشان كده موجودة
تعليم عند الرسول بولس في رسالة فيليمون بيقول عن أنسيموس. أنسيموس ده عبد شغال عند الفيليمون. أنسيموس راح لبولس وقال له أنا خدت حاجات من سيدي، قال له خلاص سيب الموضوع علي، إن كان قد ظلمك في شيء أو لك علي شيء احسب ذلك علي، أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي، أنا هتسدد، أنا مش مهم أنت. عشان كده بقول احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا قانون المسيح. هكذا المسيح حط على نفسه هذا القانون أن يحمل أثقال الناس. المسيح كان متضايق جدا في أيام جسده من الفريسيين. الفريسيين دول أكتر ناس، وده العجب في شخص المبارك العزيز، يحصل إيه؟ أول ما يشوف فريسيين يقول لهم الويل ليكم. طب ليه بتقول كده؟ كل ما تشوفهم تقول لهم الويل؟ أي مرة؟ دي كلمة صعبة. طب قول توبة، قال توبة للمساكين مش لدولة، دول محتاجين يفوقوا. اسمع كده، فقال ويل لكم أنتم أيها الناموسيون، لأنكم تحملون الناس أحمال عسرة الحمل وأنتم لا تمسون الأحمال بإحدى أصابعكم. كان في خادم كده عندنا وإحنا صغيرين، فيقول إيه الواحد محتاج في الصوم الكبير يعمل كل يوم 600 مطانية. فإحنا كنا سننا صغير، طب 600 مطانية ده إحنا هنروح فيه. ففي ولد عندنا عمل 600 مطانية وأمه شالته بعد كده. ده اسمه أحمال إيه؟ عسرة الحمل. هو ما بيعملش، هو نفسه ما بيعملش بس بيوعظ أو بيقول تحملون الناس أحمال عسرة الحمل وأنتم لا تمسون هذه الأحمال بإحدى أصابعكم. عشان كده حبايب لما بيجي يقول احملوا بعضكم أثقال بعض، أنت وظيفتك تشيل شوية. مدام بتعرف ربنا وبتجي الكنيسة أنت محتاج تتعلم أنك تشيل، تبقى شيال. عندي وعظة للشباب بعد شوية بتكلم عن المسيح إلهنا اللي شال على كتفه. يقول في إشعياء 9 يقول لما جه يبقى ريس على الناس قال الرياسة مش على راسه، الرياسة إيه؟ وتكون الرياسة على كتفه، على الحتة دي. ها ليه؟ قال دي مكان الشيل، مكان الحمل. أصل الرياسة حط تاج وابقى متعظم وسيكو، قال لا، اما اجي انا ابقى رئيس، رئيسين من المنطقه دي، وتكون الرئاسه على كتفه. ليه الكتف دي؟ قال اصل فاكرين المثل اللي المسيح عن الخروف الضال، عارفين المثل ده، يقول حمله على اهو المكان ده، قال الرئاسه هنا، حمله على منكبيه. عشان كده الأثقال التي حملتها البشرية على ابن الله أحمال رهيبة جدا، لدرجة في يوم ألامه أو ليلة ألامه يقول يا أبتاه، يقول القديس كيرلس كان لابد أن يصرخ هذا الصرخة لكي يثبت أنه أخذ ناسوت كامل، يا أبتاه إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس. أحمال، وما نشيل كلمة الأحمال والخطايا من العقيدة المسيحية هنلاقي الناس زي الغرب. عارفين زي الغرب ايه؟ أنا مالي أنا بالناس، الناس يروحوا في أي حتة. ليه الخادم يتثقل ويبقى؟ لأنها خارجة من الصليب، من شكل الصليب، من عمل الصليب، من تأثير الصليب، أن المسيح عندما أتى حمل خطايا البشرية وهو البريء. عشان كده بيقول ايه؟ لو أنت فهمت ده احملوا بعضكم أثقال بعض. يقول في إشعياء 63 في كل ضيقة هم تضايق وملاك حضرته خلصوا. كمل يقول إيه؟ هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. هو حملهم، هو شالهم. تملي لما يبقى طبعا بشوفها كتير ودي موجودة عندنا بكتير، يعني أما الطفل بتاعك يبقى صغير شوية وبعدين بيجرب بيمشي وبعدين يقول لك ماما انا تعبت، تعمل ايه؟ وبعدين بابا يروح واخده في الحته دي، يروح ماشي. بابا سعيد بالمنظر ده جدا، ان الاب اما تتجوزوا وتخلفوا تحطوا عيالكم.
المنظر ده هو المنظر بتاع الحمل. الولد عمره ما ينسى ان راسه على راس باباه وباباه ماسك ايديه ونوع من الحمل. مشوار طويل والاب بيعرق لكنه شايله. اذا ارتضينا بهذا الامر مع الناس اللي بالجسد، الناس الروحيين مطلوب منهم ان يتعلموا يحملوا بعضهم اثقال بعض، انك تشيل كمان. وما تشيل يا عزيزي في ذات الوقت الله كمان اللي بيشيل. خلي بالك هو شايلك وشايل احمالك وكمان شايل الناس اللي انت شايلهم. في يوم من الايام موسى اعترض على ربنا، قال انا حملت بهم، انا ولدتهم 2 مليون واحد. طب يا عزيزي انت وانت يعني موسى، بقول له موسى ده عظيم يعني محدش يضايق معاه، لكن بقول له انت يعني تقدر تاكل 2 مليون واحد؟ طب جيب لهم ميزانيه منين دي؟ 2 مليون واحد عايزين ياكلوا ويتغدوا ويفطروا ويتعشوا. قال ما اعرفش. قال طب انا بجيب لك الاكل، طب تذمرهم ده انا شلته فجبت لهم الاكل، اما احتاجوا اللحمه برضو جبتها لهم. ما كانش اللحمه غاليه في وقتها، كانت رخيصه يعني. فربنا اللي شالهم يقول انا حملتكم على اجنحتي، انا اللي شلتكم، انا اللي شايلكم، انا شايلكم طول الايام. وما يجي واحد يقول انا شلت الشيل لوحدي، خادم اب ام عفوا بيكذب، انت ما تقدرش تشيل. عشان كده في سفر المزامير في ايه جميله يقول ازلت من الحمل كتفه. يعني ايه الآية دي؟ غريبة شوية. يقول أزلت من الحمل كتف، يعني لسه هيشيل الحمل، فقلت له إيه؟ شيل كتفك، وراح هو اللي شال. أنا خليتك تعدي ورحت أنا شلتها. عشان كده أنت تعود النهاردة مش نوع من العقد البشرية، ولا كأني أنا مسؤوليتي إن أنا أشيل ناس في أتعبها وأنا ذنبي إيه؟ وأنا مالي. كلمة وانا مالي اللي موجودة اللي جاية من الغرب لينا، خلي بالكم خطر شديد جدا. لو قلنا انا مالي الجواز يبوظ، لو قلنا انا مالي الكنيسة وخدمتها تبوظ، لكن يقول لا انا شايل، احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. اقول لكم آية كده جميلة وردت في سفر الخروج، حاجة غريبة شوية عن الحمار، انا بحب الحمار. يقول إذ رأيت حمار مبغضك، يعني أنت ماشي في الشارع وعارف الحمار ده حمير كانت بيحطوا عليه علامات عند اليهود. إذ رأيت حمار مبغضك واقعا تحت حمله وعدلت عن حله، ما رضيتش تحل وتساعد، فلابد أن تحل معه. يعني بيقول له إيه؟ إيه النص ده غريب شوية؟ بيقول له أنت مشيت وليت حمل الحمار واقع تحت حمله، وبعدين مشيت شوية وطنشت، فبيقولوا لابد أن تحله، ارجع تاني وحله. ده حمار، أنا مالي بالحمار؟ قال كمان الحمار بتاع مبغضك، هو كان ماشي. أصل حد ركب على الحمار؟ حد بيحب الحمار؟ أنا زعلان منكم جدا، زعلان من كنيسة القديسين ما بتحبش الحمار. أنا ركبت على الحمار وأنا صغير. فالحمار لما بيقع ما بيعرفش يقوم نفسه، بالذات في الصعيد والحتة دي بيبقى مرات محملين وأحمال شديدة زي اللي عندنا. مرات ببقى زعلان بتأثر تأثر شديد، البعض المصريين اللي يقعدوا يحملوه ويضربوه ومش عارف يتحرك. فبيقول لو شفت المنظر ده، مع أنه ده حمار، لكن في ذات الوقت لو أنك طنشت ارجع تاني، يقول فلابد أن تحله، ترجع تاني تحله. وهكذا يا عزيزي لو أنت عندك مشاعر، دي جارك في البيت، في البيت اللي أنت ساكن فيه، صاحبك، شخص تقدر تساعده، لابد أن تتعلم أن تحمل معه. ليه نثقل على الكنيسة؟ ليه بتتقله على الكنيسة؟ قول الكنيسة هي اللي تصرف، صرف أنت كمان، ده أنت اللي رأيت، ده مش بقول حمار صاحبك، ده حمار ايه؟ مبغضك. احملوا بعضكم اثقال بعض
وهذا هو ناموس المسيح إلهنا ولربنا المجد في كنيسته. آمين. أنا عندي لقمة عيش في حتة تاني فلازم أمشي وأسيبكم. ربنا موسع في رزقي فمعلش. كل سنة وأنتم طيبين. شكرا يا سيدنا.